لكن احنا تواصلنا مع مخرج المباراة اللي هو مش الأستاذ محمد نصر لكنه الأستاذ هشام عبد الودود، وتواصلنا أيضا مع حكام في تقنية الفيديو يديرون المباريات الدولية على مستوى الفيديو عشان نسألهم هي القصة قصة فار ولا قصة مخرج. بدأت المباراة باعتباره هدفا، بدأت الإعادات باعتباره هدفا، وبعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو المخرج ما بيكونش ليه أي دور إلا إنه يبين النافذة على الشاشة، فاهم يعني إيه؟ يعني اللي بيستخدمه الناس جوه تقنية الفيديو أنا دوري الوحيد كمخرج إن أنا أجيبه لك على الشاشة بس، لكن هل أنا اللي بجيب لهم الإعادات؟ هل أنا اللي بقول لهم افتحوا دي؟ هل أنا بقعد أعيد؟